معاكم كابتن ندى. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الاسترتش الديناميك، طبعا بنعملها قبل التمرين تجنبا لأي إصابة. النهارده هنكمل بقية الاسترتش بس النوع التاني منها. النهارده هنشتغل تمارين ستاتيك، ودي بنعملها بعد التمرين بنبقى مخلصين حمل بدني عالي، فلازم نعمل استرتش تجنبا لأي إصابة، وده بيساعد الريكفري بتاعنا. هنبدأ أول حاجة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. مقفولة والتانية مفرودة، هاخد برضو بوش على قدام وهعد 8. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8. اللي عملته في الرجل دي هعمله في الرجل التانية. تاني حاجة بعملها ببقى قاعدة كده، هاخد سايد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، برضو هعد 8. ودي كانت الاسترتش الاستاتيك، لازم نعملها بعد التمرين. كان معاكم كابتن ندى، شوفكم.